بصي بقى حالتها نظام شغلك ده ما ينفعنيش. ليه بس كده؟ ما انت عارف مفيش ولا واحدة من المقاطيع دول يجر لك زباين قد المواعيد. يا ماما شغلتنا دي اساسها احترام المواعيد. ملحوقة يا مستر سطوحي، وبعدين طول عمرك قلبك كبير بيستحملني. ايوه ما بتثبتش. شايف الواد اللي هناك ده؟ مين؟ لؤي. انت تعرفيه منين؟ يوه زبون اتعرفت عليه واديته معدي جنيه. بلاش نصاحة يا بنت، الواد مليان ومعبي فلوس، هو الاقل معاه. شطارتك بقى تنفضيه. تأمرني بس محتاجة سلطة تاني؟ انت بتشبعيش؟ طب روحي الواد الاول، على قد ما هتظبطيه على قد ما ظبطك السلطة. يخليك ليا يا ملك الليل. نقبك هيطلع على شونا، بقالي ساعتين بسقم لهم ولا الهوا. الولد ده باين عليه تقيل. عميه اتلهي على عينك انت واجري. ماشي يا عم الشباب والرياضة. انا اتحسد تتمنى لو روح والله بتمنى. هلو حبيب قلبي، مستني من زمان؟ بستناك العمر كله يا عمري. يا ابن اللعيب. لعيب؟ هو انت لعيب؟ ده انا اللعب كله. بس انا بقى احب اجيب جوان وعمري ما اطلع الكوره بره. في خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق، وانا ماشي بتمرجح فيها مرتاح. لفوق 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 يلا. جيتي يا جهاد؟ مساء الخير يا ماما. سنوري يا دماي، اللي انت جايباه في ايدك ده؟ شوية كباب ليك انت واخواتي عشان تتعشوا. كباب؟ يا لهوي يا لهوي. ايه يا ماما؟ هو انا داخلة عليكي بحاجة بطلة؟ لا يا عين امك، بس الكباب يجرح المهية واحنا لسه في اول الشهر. ما تقلقيش يا ماما، ده زبون متريش قوي، ساب لي قرشين حلوين وهو ماشي. زبون؟ قصدي عيان، عيان بس مقتدر على الاخر. ربنا كرمه ووقف على رجليه وبقى زي الفل، وهو خارج من المستشفى رش على كل اللي بيشتغلوا فيها تبس. قصدي حلاوه طلوع. بقى انت بتتكلمي عليا؟ انا بتتكلمي عليا يا بنت اللذينه؟ اتكلمتي ولا ايه؟ انا اتجننت بقى من كل اللي عملتيه. انا بقى انا اللي هنعطله. انا اتجننت. ايه؟ روحي اكتمي. روحي اكتمي يا بنت. فاهمه يعني ايه؟ اكتمي خالص. انتي طالبه؟ انتي في بنت محترمه تعمل في زميلتها كده؟ يا بيه اعرف اللي حصل الاول قبل ما تتعصب عليا. يا بيه يا باش يا استاذ يا حاج يا معلم. معلم انتي ايه؟ فاكره نفسك في غرزه؟ في طالبه تتكلم بالاسلوب الواطي ده؟ يا استاذ البنت دي بتلسن عليا وبتقول عليا كلام مش ولا بد، يرضيك يعني اسكت لها؟ تقومي تضربيها بالشكل ده؟ امال اجيب لها دندرمه؟ بتتريقي؟ شكلك مش عاجبك الكلام. والله يا حضرتك انا ما عملتلهاش اي حاجه، انا كنت بذاكر في حالي. يا سهتانه يا غلبانه يا كدابه يا بنت الواطيه يا بنت المخ. خلاص يا بنت. ايه؟ انت نسيتي اني واقف قدامك ولا ايه؟ يا عم ما تتعصبش عليا، ولا خلاص عشان اتمسكنت لك شويتين قلبك حن وراق. اما انك بنت قليله الادب مش متربيه، انت ما تقعديش في المدينه يوم واحد. يا عم دي بتاعت الحكومه، هي ايه بنسون المنظره؟ كده؟ طب ما انتيش بايته فيها علشان تبجحي براحتك. يا سلام، طب انا بقى هقدم شكوى وهوريك. وانا هكتب فيكي تقرير زي الزفت علشان الجامعه تنضف من الاشكال اللي زيك. يلا ارموها بره المدينه وارموا حاجاتها معاها. اشكال انا ويرموني؟ ماشي يا بيت، انا هوريك بقى. ما انت كده كده عيب مريضه وكده كده متدينه وكده كده حاجه، هي يوم اسود من اول. خلص. استنى يا اسطى، اركبي. الحمد لله على السلامة يا خلود. الله يسلمك. ليه يا بنت؟ انت مراكيش غير المصايب. هي اللي بتتحدف عليا والله. ايه اللي حصل؟ ها بلدينا على فين؟ اصبر يا عم احنا مش بنتكلم. بقول لك ايه؟ انا اوديك شقة ماجد.
تباتي مع عمه. لا يا عم، اهله خانقه قوي ماليش فيهم. انا هروح معاك، مش انت شقتك فاضيه؟ استغفر الله العظيم. بقول لك ايه، ما تركن وتنزل تمدد جنبيها. انت بتتدخل ليه؟ ما تخليه في طريقك. ايه ده؟ ايه يا عم القديم؟ ايه؟ هنطلع على الحلميه، اطلع على الحلميه يا اسطى. ايه دماغك دي؟ ده انت قديم قوي يا راجل انت. غريبة قوي. بقول لك ايه؟ ما بلاش ماجد واهل ماجد. دول ناس خنيقة انا ماليش فيهم يا خالد والله. خلاص انا لقيت الحل. احنا نوديكي عند البنات تباتي مع سوا ورانيا، عشان ما عندناش حريم تبات مع رداله. ماشي زي بعض. دي دينا. طب افتحي. مساء الخير. اهلا اهلا بشجاعه السيما. انت ضربتي البنت جامد قوي، عدمتها العافيه، اديتها علقه محترمه قوي قوي، بس هما يعني طردوني بشكل وحش قوي قوي قوي. طب خشي يا اختي عشان الوقت متاخر قوي قوي قوي. ايه اتعشيتي ولا حضر لك تتعشي؟ لا لا ماليش نفس، متشكره قوي. ايه الادب اللي نزل عليكي مره واحده ده؟ انت فاكره نفسك ضيفه؟ لا، انت من النهارده الشقه دي زي شقتك بالظبط، وانا بنفسي هحضر لك العشاء. فكرتيني بماما، هي بس اللي بتقولي الكلمه دي. يا حبيبه قلبي، ادام انا بقى زي ماما، تحبي تتعشي ايه يا بنتي يا حبيبتي؟ النعمة لو ما فصلت المزيكا الغام ده لابص لك حبال الغسيل دي. بتشغل حاجة تفاريح لحجازي متقال ولا يعني فاطمة عيد ولا أي حاجة من الناس دي؟ حجازي متقال إيه يا ابني؟ يعني يغني لك يا حلوة شايلة البلاص عشان يعجبك؟ على فكرة المطربة ياسمين اختارت ناجي لأحلى أغنية في ألبومها الجديد. بجد؟ واو، ده خبر تحفة، ألف مبروك. ميرسي يا سيادة. ياسمينة دي اللي هي أحسن من فاطمة عيد ولا إيه؟ يا ابني حرام عليك، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، إيه اللي بتقوله ده؟ أيوة كده، ما تسكتلوش. ده أقل حاجة عنده. علي النعمة تلم المتعوس على الخيب الراجع. هو أي حد مسك ربابة بقى مطرب؟ يا ابني هتموتني، ما بتشوفش تلفزيونات؟ مش عارف الفرق بين الجيتار والربابة؟ ده درامز يا خالد. أيوة يعني ربابة بالعربي. أنت في سنة كام؟ ها؟ أنت في سنة كام؟ أنا في كلية تجارة قسم محاسبة. إيه؟ في تالتة تاني. تالتة تاني ده حضرتك يعني مدبلر، فما تستغربيش، ده خالد. آه عشان كده منقشة معاك، تجارة مش عارف تحسبها. دي أقل حاجة عندك. يا حلوة يا جيلة البقرة. أيوة كده. أيوة اللي تدرس جنيه ده قلبي يحبك بإخلاص زي ما ودك وديني زي ما ودك وديني. أنت طلعت مش كده؟ طلعت نزلت. أنت جاي تراقبها يابا؟ يخلص. عندك حشيش؟ إيه يا برنس؟ فيها شباب. انتوا هنا في الحرب الجامعة ها؟ مش عند ابو دنيا اللي خارب الدنيا. اصل في زملاء قالوا لنا اللي انت مدورها حشيش. يا ابني وطي صوتك يا ابني. والله العال تمر فيها. خط الدعاوي الاعلام ماشي 100 100. ها؟ عايزين ايه؟ هنكون عايزين ايه؟ عايزين حشيش. ماشي. عايزين قد ايه؟ عايزين سيجارتين كده. سيجارتين اه. ماشي. تقلى كده شوية ها؟ طب ناس دقيقة اقفوا كده اتكلموا مع بعض. ها خد وقت ما تعوقش. بس ايدك خدها تاني. ايدك حبيبي. ابرزوا بقى يا شباب. ادي ابرز 50 جندي. يلا يا عم خلص. ماشي شكلكم شباب حلو. بص يا شباب، انتوا عرفتوا المكان. اي حاجه اي طلبات
خاصة بالكيف والتكييف. طالعة عند الشجرة الصفراء. ها ماشي ماشي يا وحش. يلا كتير وانت. سلام ابو الشباب. سلام يا كوتش. ده شباب حلو زي الورد كتاب الله. اللي اقول لي يا طب اخبار الواد ده ايه؟ يا باشا انا بنفذ تعليمات سيادتك بالحرف الواحد، اللي بتقوله لي بعمله على طول. بس انا جاي لسيادتك عشمان في كرمك حبتين يا بص. خير؟ انا باشا محتاجك تزود لي بس الكميه حبتين. انا مديك حصتك يا طلبه. يا باشا انا عايز بس يعني فرشين ثلاثه اربعه دلوقتي حالا. احنا يا باشا ربنا فتح علينا والشغل كبر. الله. احنا بس فتحنا فرع جديد في الجامعه فبياخد زياده حد. جامعه؟ اه سعاده الباشا. دلوقتي الطلبه داخلين على امتحانات وعايزين يتكيفوا تمام علشان يعرفوا يركزوا ويحفظوا الكلمتين. بعدين بقى احنا عملنا خطه تسويقيه جديده عايز اقول لسيادتك عليها. احنا دلوقتي هنجيب كيس كده ونحط فيه جوانين. خلاص خلاص انت هتحكي لي. اطلب لي الواد على السبيكر. طلعت يا باشا؟ ايوه تحت امر سعادتك. افتح السبيكر يا باشا. ولا طلعت يا خال. عليا النعمه خالي وخالي العيال. ازيك يا برنج عامل ايه؟ قول لي يلا الشغل عامل معاك ايه؟ 100 فول و17 يا برنس. وعهد الله لو تعرف هنا الشباب بيعملوا ايه عليك يا برنس. انت في الجامعه هنا كل الشباب عايزين يبوسوا ايدك يا برنس. بس انت بس زود لنا الدنيا كده وهنوصل نجمع الامريكيه وعهد الله. ولا انت خلصت الكميه اللي معاك ولا ايه؟ يعني يا برنس يومين كده ثلاثه وبعون الله نكون جبرنا. يا برنس يا برنس اظبط لي الكميه وكتاب الله في ظرف شهور اوصلك لجامعه الدول العربيه. طب خلص اللي معاك وتعالى لي. سلام. تراك يا باشا. الواد ده عايزك تحط عينك عليه. شد عليه وارخيله، عايز عضمه ينشف. اشد عليه وارخيله. ماشي يا باشا، نرتب لي. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ قلبت الجامعه غرزه يا روح امك. يا باشا انت بتعرفنيش يا باشا ولا ايه؟ ابن خالتي الامين كريم معاكم. ما نعرفوش. يا باشا ما تعرفوش ايه بس يا باشا؟ استنى بس وعاد الله دي مش غرزه يا باشا. اخلص يا طلع اللي معاك يا باشا. دي مش غرزه انت شجره صفرا يا باشا. استنى يا باشا الفلوس لازم والنبي يا جدعان. هات عزاره الحرس يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تخطب؟ تخطب مين يا موكوس يا ابن الموكوس؟ عايز تخطب وانت لسه طالب في الجامعه؟ هتستناني. هتستناني لغايه ما اتخرج واشتغل. تشتغل؟ هو انت نافع في شغل ولا نافع في تعليم؟ ما انت لو كنت مشيت دغري كان زمانك هتتخرج السنه الجايه، انما لا ده انت لسه فاضل لك سنتين وانت بتاخد السنه في سنتين، يعني هقعد اصرف اربع سنين على حلوف زيك. هدي نفسك يا عبد العليم، لحسن يا اخويا السكر يقل عليك. سكر؟ هو ده اللي قدرت عليه ياما؟ حاج يا حاج دي هتبقى قرايه فاتحه، يعني حاجه عبديه كده مش مكلفه. ومين اللي هيدفع؟ اقف جنبي. يلا يلا قوم يلا من هنا قوم لغايه ما تعرف معنى الرجوله. ابقى تعالى لي اتفضل بره 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 البيت. اوفر قوي اللي انت بتعمله. يلا يا عم مراسيل مراسيل وعايزك ضروري. في ايه مالك؟ اسكت يا برنس. سرقوني في الجامعه كان ناقص ياخدوا الهدمه اللي عليا. نعم يا حبيبي الكلام ده انا ماليش فيه. تهب وتغطس وتجيب لي الفلوس. وانا بقول لك كده عم طلب عشان تقول لي كده. انا بقول لك كده عشان تصبر عليا شويه وانا هجمع الفلوس والله واديهم لك. يا حبيب قلبي دي لو فلوسي اصبر عليك بدل اليوم سنه، لكن دي فلوس ناس. ربنا يكفيك شر حاجه الناس. يا برنس وعهد الله وعهد الله ما هتصبر عليا كتير. انا خلاص نازل شغل بكره واول ما انزل شغل هجمع اي فلوس واديها لك اول باول. يا عم شغل ايه بقى؟ ما تقعدش تفلق دماغي. شغل ايه يا ابو شغل وانت فالح في اي حاجه؟ انت حتى شغلانه الجامعه اللي جات لك كده السبوبه الحلوه دي ضيعتها بغباوتك. والنبي يا برنس ما تقطمني وتجيب لي سيره الجامعه. كفايه اللي حصل لي من وراها. عشان انت غشيم وعبيط وما بتسمعش الكلام. نهايته. عايز تشتغل ايه؟ يعني يا برنس هدرب المنتخب. اشتغل كهربائي. كهربائي؟
اه كهربائي، الشغلانه اللي اتفطمت عليها. وماله؟ انا مش هرد لك كلمه، هتشتغل كهربائي ومن بكره تروح للواد عطيه بتاع المعتمديه وتشتغل معاه. تمام. تسلم يا برنس. كهربائي. اه وماله كهربائي؟ هو في احسن من الحلال يا برنس؟ الاستقامه حلوه. صحيح يا جماعه، ده انا نسيت اقول لكم حته خبر. انا سجلت اسمائنا كلها في اسره النورس، من النهارده هنبقى كلنا في اسره واحده. اسره ايه دي؟ ما قالتلك يا دودو اسره النورس، وبعدين بقى انت اللي هتبقي المقرره الرياضيه بتاعتها. يا سلام، ده على اساس ان انا كل يوم باجي الجامعه بمضرب التنس مش كده؟ ايه ده؟ الشاي خفيف قوي. ما هو زي الحبر قدامك اهو. الله يخرب بيتك يا خالد، الله يخرب بيتك، عودتني اشرب الشاي الصعيدي زيك. انت بتشوفي ماجد يا بنت اللئيمه؟ انت ايه، ما صدقت ان هو خلاص ساب الهام، عايزه تشبطي في الواد اوام؟ اهدي شويه يعني لحد دموعه تنشف من على خده. انتوا ايه يا جماعه، هي دي كل اهتماماتكم؟ واحد تصطادوه تتجوزوه تخلفوا منه عيال على طول كده؟ وحياه ابوك يا سام ما تعيشيش علينا، احنا جايز نكون بنحب دور المثقفين المتحررين، بس ده برضو ما يمنعش يعني ان احنا هنموت على عريس. ما تعمميش القاعده لو سمحتي، انا عن نفسي بفكر بطريقه مختلفه عن الكلام ده. في حاجات في الدنيا اهم بكتير من الجواز والعريس اللي يجي يحطني في امهم ويقفل عليا بالضبه والمفتاح. ما يقفل يا ستي، راجل من حقه يتحكم فينا. ايه يا بنتي اللي انت فيه ده؟ انت واللي زيك بالطريقه دي بتسيئوا لقضيتنا. قضيتكم؟ يا نهار كوبيا، ده انت قلبتيه فيلم رعب، دماغك دي اللي هتوديكي في داهيه. بقول لك ايه، خلينا احنا في احلامنا الورديه. ما قلتليش حط عينك على مين؟ حط عينك على مين؟ ايه الجو ده؟ انا مش قادره اصدق انتوا قاعدين كده تنقوا العرسان وتفرقوهم عليكم. ايه ده؟ قوليلي والنبي، محدش فاهم حاجه. اديكم مثال بسيط، اقرب حاجه جوز اختي، مش كفايه ان هو عامل فيها السيد وقاعد في البيت لازق لنا، لا ده عمال يحتل في البيت حته في حته لغايه لما مش عارفين نروح فين. عشان كده طفشتي وجيتي سكنتي معانا. طفشتي؟ اسمها طفشتي؟ اشوف فيك يوم اخبر يا رانيا، انت وخالد ابن صبره قادر يا كريم. لا قوليلي يا سهان، تطفشتي ليه صحيح؟ طب يا جماعه انا بقى استاذن عشان عندي بروف الترابيزه النهارده. ايه ده بجد؟ عندكم حاجه تعرضوها جديده؟ اه غاده الكاميليا. عندكم شباب نظيف، عايز عريس. يا انت بتحلم بميسي؟ انت كمان. نعيم نعيم، بس انت صباح الفل يا امه. صباح النور. يا عيال يلا يا عيال، يلا يا بنت قوم، يلا يا واد قوموا عشان تطفحوا، يلا وانتوا وراكوا حاجه غير الاكل. قوم يا واد، مالك متنح كده ليه؟ قوم يلا يلا يا اخوي، يلا كل هم انتوا وابوكوا، انتوا وراكوا حاجه غير كده؟ الحمد لله. كل يا واد. الله كده ياما، بتاكلوا من غيري ياما؟ اعمل لك ايه؟ ما انت بتتهب بتقعد بالساعه جوه، بتهب ايه؟ بتغسل كرشه؟ ايه ده انت؟ هو ده انت عمال تعمل في طريقه؟ انت قد ايه على وشك؟ هتحط عيش يا شوقي، هتحط عيش. لا لا الغباء ده، يعني مفيش عيش كده يا اما؟ اه مفيش، على راي المثل اطبخ يا جار يا كلف يا سيدي. ولا يا ابني هلاقيها منك ولا من اخواتك ولا من ابوك اللي من امبارح لحد دلوقتي ما رجعش، ولا كان الكلب واكل له عجين. يا اما موشح كل يوم زهقت منه وحفظته. انا هنزل الشغل دلوقتي من غير فطار؟ ابقى اشتري لك يا اخويا شقتين فول وكلهم مع على ضيشه، ما تعمليش بقى فيها فيلم. يا اما وانت خليتيلي فلوس اجيب بيها البان يا اما.
ياما انا مش لاقي اكل منك ياما، حرام عليكم. هو انتوا جبتونا عشان تعذبونا؟ يا ساتر يا رب. حرام عليا، حرمت عليك عيشتك، طلع لابوك ده هي فيك وفي ابوك، هتجيبه يعني منين؟ ياما ياما. ايه في ايه يا واد بتزعق كده ليه يا دنايا؟ في حوار كل يوم ياما، في تقليبة كل يوم ياما. ياما انا بجيب فلوس من غير رجليه، اللي بيجريهم؟ انا يا دنايا اللي بجريهم، اديتهم لاختك عشان تجيب لنا خضار للغدا. وانا مالي ومالي الغدا؟ انا بتغدى بره اساسا. يا واد ابوك ما بيخشش عليا بعود جرجير واحد، هاكل اخواتك بس منين يا ربي؟ يا عيش يا عيش، ده انا كل يوم بصرف لك 10 جنيه. هيعملوا ايه يا دنايا يا روح عيش ال 10 جنيه؟ هيجيبوا ايه يا اخويا؟ ولا حاجه. وبعدين بقى المفروض انك انت تصرف عليا انا واخواتك. كبرناك وخليناك زي العجل اهو، وخدت الثانويه ودخلت الجامعه وما رضيناش انك تخش حتى صنايع وتبقى نقاش قد الدنيا. بقيت وزير الصحه انا دلوقتي، ولا دخلتوني انتوا الجامعه الامريكيه؟ ما هو كله بفلوسي وبدعايه يا ابن المسطول. طالعه عايز انت كمان. روح يا اخويا، شفت حشاكيلك. اتيتو؟ ايوه يا ابني. الحق يا طلعت، ابوك بيتخانق وبينصبت على القهوه يا زميلي من عادل جعير. ابو مين بيتخانق يا لهوي؟ قول للحاره حتى اللي هيخش بيته مش هينجا من طلعت. ابوك بيتخانق وانت قاعد لي هنا يا موكوس. يا اما سيبيني، مالكيش دعوه بيا. يا واد عجيب هتطيب. تيجي معايا فين يا اما؟ افتح الدش هتشوفي كل حاجه، مش هتعرفي الحاره دي، هزيحها على بعضها. عايز اشوف ابوك وهو بيتضرب. يا اما ما خليك انت هنا، مالكيش دعوه بيا، واحد زعل مني يا حاره. ثلاثه يا موكوس كانك ليله. هتزعلي يا حاره. مالك يابا؟ مالك؟ شفت اللي حصل يا طلعت؟ ايه يابا اللي حصل؟ عادل الجعير ماله؟ كنا بنلعب كوتشينه على فلوس. كنت بغلبه على طول. وجيت من شويه خسرت كل فلوسي، بعدين قلت له كفينا يا جعير، عمل اللي عمله ده. طلعت هات لي حقي يا طلعت، هات لي حقي. لما انت حافي كده يابا ما ضربتش الكحري ليه يابا؟ هات لي حقي يا طلعت، عرفه ان مرسي ما خلفش بنات. بنات؟ بنات ايه يابا؟ يا جعان يا جعان، انزل يا جعان، النسوان بس هي اللي تستخبى يا جعان. طلعت واقف لوحده تحت يا جعان، لو كنت دكر انزل يا جعان. طلعت واقف لك في الشارع يا جعان. يا جعان انزل موت لوحدك بدل ما موتك انت وعيالك. ليه يا ابني مرسي؟ انت بتقول لي مين يا دنزل يا كنت دكر؟ ليه يا؟ ايوه بقول لك انت، حد قال لك تلعب بخبز البطيخ؟ انزل يا جعان، انزل اللي اعرفك مقامك. انت ادي اللي هتعرفني مقامي يا حالتها؟ طيب انا بقى هنزل لك اصغر عيل عندي عشان يعرفك مقامك. يا زيكس يا زيكس، انزل لا تشوف الواد السيس ده، وهات لي حته من قطره وعرفه مين عادل الجعان. يا انزل زيكس، نازل اللي تنزله، طلعت ما بيخافش من بني ادمين. ماشي يا حيلتها. وينفع كده يا زيكس؟ ينفع وهتتضرب. يا زيكس احنا الشباب زي بعض يا زيكس، وانت هتفهمني يا زيكس. ينفع عم عادل كده يا زيكس؟ ينفع اللي بيعمله ده مع ابويا؟ يعني ينفع يضرب ابويا؟ ينفع بعض انت تضرب بعض كده يا زيكس واحنا واقفين؟ وانت راجل وفاهم يا زيكس. يا زيكس ابوك ضرب ابويا يا زيكس، اعمل ايه انا؟ وبعدين يا زيكس ما انا جاي لك وانا عارف انك هتحل يعني يا زيكس. بص يا زيكس عشان ما تقولش طلعت ما كبرليش، امسك يا زيكس قد بنت ابوك يا زيكس، انا مش هتدخل، انا اهو زي ما جيت زي ما طلعت. يلا يابا يلا يابا. طلعت ايه؟ قطعتهم طلعت. هتشوف زيكس هيعمل ايه يابا؟ جدع طلع. خد ابنك يا مرسي بقى وغطيه. جدع عادي يا زيكس، اطلع يا واد يا حبيب ابوك اطلع. لسه فاكر ايام الجامعه؟ طبعا، ودي ايام تتنسي. فاكره الدكتور عبد الجواد لما طردني بسببك؟ لا، بسبب الكشكول. انا منظري كده والله. بس كانت ايام جميله.
هاي ماما. هاي حبيبي، هاي. اهلا يا استاذ فؤاد. ازيك يا لؤي يا حبيبي، اخبارك ايه؟ وحشتني. انا كويس الحمد لله. طيب على اذنك يا ماما اجهز لك الاكل. لا يا حبيبتي، خليك قاعده مرتاحه. شكله كده ما يكونش يعني متضايق انه لقاني قاعد معاكي. لا يا فؤاد، لا، هو متضايق كده من ساعه حكايه بابا. لو كان موضوع العربيه بتاعته اللي اتحجز عليها مضايقه، انا مستعد اجيب له واحده جديده. للدرجات دي بتعزنا؟ طبعا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا ترضيكي، قصدي يعني ترضيكوا. منور يا انكل. ميرسي يا حبيبي، شكرا. اخباركم بقى على ماتش هايل. حبيبي لؤي، انت متضايق من حاجه؟ لا يا حبيبتي خالص. على فكره مش من الذوق انك تتصرف بالهمجيه دي وانكل فؤاد قاعد هنا. ومش من الذوق برضه ان حاجات تانيه تحصل. بعد اذنكم. لا اذا سمحت، الولد غلط ولازم يتاسف لك. انا مش هتاسف لاني ما غلطتش في حد. انتوا اللي بتعملوا حاجات غريبه كده انا مش فاهمها، وخصوصا بعد ظروف بابا وسافروا بره. انا ماشي. لا يا فؤاد استنى يا فؤاد، انا مش عارفه الولد بيتصرف بالطريقه الهمجيه دي ليه. ممكن فؤاد يا ريت حضرتك ما تبقاش تيجي هنا تاني، وخصوصا وانا مش موجود. انا متاسفه يا فؤاد. فؤاد منير رجابي هيرشح نفسه في الانتخابات بعد يومين. طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا مجاهد. طب وايه العمل يا حاج؟ عضويه البرلمان مش لازم تطلع من الحدايد ابدا، ها؟ لازم نرشح واحد من هنا. مفيش كبير غيرك، انت كبير الحدايد بعد المرحوم. لازم نحرق قلبه منير على ولده، وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. اه بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير رجابي هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غبي للدرجه دي؟ يقتل ابوي بعد فوزي بالعضويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ انا مش هاخد بطار وقت الفتح القاضي من غير دليل. انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك. انا ما عاوزش اقتل حد. مش عشان فتح صاحبي، له عشان مش متاكد ان ابوي اللي قتل ابوه. الكلام الفارغ ده ملوش عازم. انت هتقتل بايديك والا هتلبسنا الطرح وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتله بايديك يعني هتقتله بايديك، وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد، والا تبقى انت لا ابن اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام الماسخ اللي سمعته ده يما انا بطل الكلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات، يا اما تاخد بطار ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. تبقى ولدي ولا اعرفك يوم الدين يا خالد. فتحي تعال قول له. ايوه ابوي.
اسمع حديثي ده زين يا ولدي، انا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفت ده اللي اسمه خالد، ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه وتبعد عنه نهائي، وتنشغل في دراستك وشغلك وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين ان انا اللي وزيت على قتله. امال مين اللي قتل ابوه؟ واه وانا اش عرفني عاد. ما قدرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ما قدرش تاخد طلبك؟ انا ما عرفش مين اللي قتل ابوه. ما حدش له مصلحه في قتل ابوك غير منير القاضي. ده مش دليل. ما تكوحش بالكلام ونفذ اللي بقول لك عليه. ما قدرش. ما قدرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشيلنا العار طول العمر؟ اخفى من قدامي هقتلك هقتلك هقتلك. اطفو عليك ولد، اطفو عليك عيل، اطلع بغوري، اطفو عليك، اطلع. كنت عارف انك مش هتقدر، بس قلت يمكن يتنحرر اللي متابوه على يده. ما قدرتش اقتل ياما، لا فتحه ولا غيره. افهميني ياما، بعد يدك عني ما تلمسنيش، لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك يوم الدين، وكمان ما تقعدش في بيتي. ده بيتي وبيت ابوه. مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورث ابوه. انت مش قلت مجاهد الحداد؟ ومالكش حق عندي. قدامك خمس دقايق تلم حاجتك واطلع مش فاكش قدامي.